اتعرف عليكم. يعني اهلا بيك حضرتك. انا ام احمد محمد. اهلا بيك يا حضرتك. طيب محمد ومحمود بيتقال انه ممكن يعمل بوكس ارانب، ممكن يعمل كل حاجه، ممكن يصلح مزرعه، ممكن يصلح اي حاجه، يعني اي رب منه اي حاجه ما يهموش، لا كهرباء ولا غير كهرباء. هل دي صنعتهم الاساسيه؟ لا هم ما بيستنوش، ما بيعملوش اي صنعه، وكانوا في الكليات وما عرفوش يكملوا كليات من سبب في الصحه، كانوا يطلعوا الصبح ما يعرفوش يخشوا في حياته، يخشوا في عمود، كانوا بيجوا يعني تعبانين. بدا يدوروا بعدين شباب وعايز يصرف، وابوهم وظروفه كانت صعبه، يشتغل يشيلوا طول يشيلوا رمل. اي الكلام اللي سمعناه ده حقيقي؟ حقيقي والله حقيقي، كل اللي قاله لك حقيقي. بيعملوا اي حاجه، اي حاجه محمد ابني عايز يجيب فلوس يشتغل. طب انا محمد بيطلع الدش والكلام ده كله الصبح ويسلم خشب وكده حقيقي برضو؟ حقيقي بيطلع ويصلح الدشات ويعمل كل حاجه، اي حاجه يعني بتطلع. هل الاعاقه دي كانت من صغرهم؟ مولودين بيها. موجودين الاثنين بيها خلقه ومثلنا على يوم الثاني. هما توأم؟ لا احمد الكبير ومحمد الصغير. يعني ما خليناش احمد ده من عمره 4 شهور وانا بنوم بيه على الدكاتره. لغايه هذه الساعه جالت لي وربنا كرم واهل الخير عمل لمحمد لاحمد عين ربنا يكرمه وهيشوف بيه، ولو ركب لو لهم نصيب تخلي محقق اولاد الخير برضه يعملوا لاحمد عين لمحمد ان شاء الله. ان شاء الله عشان يبقى يا رب يا رب اصحاب الخير كتير واللي هيتابعنا في البرنامج ده اولاد خير واولاد مصر شرفاء عمرهم ما هيحرموا حد ان هو يكون ممكن يشوف. احمد عمل ربنا كرمه بناس برضه اولاد خير عملوا له عين عند احمد لسه الخيط فيها لسه متعب، يعني لسه ما بصر وبرده لسه ما شافش لسه برده، بس ايه في امل في امل في امل امل في الله ربنا يعني في امل. حضرتك حضرتك والدتهم؟ انا والدتهم. طيب عانيت طبعا في البيت؟ انا ما خليتش ما بطلتش لف فيهم على الدكاتره على اساس ربنا ينور لهم بصيرتهم، انما ليس انا عم ربنا وانا راضي بيه وانا راضي بيه، بس اهم شيء ان شابين زي دول ما ي... ما ي... ما ي... ما زي ما تقولي ما ينكسروش، عايشوا شابين عزيمتهم اللي هم موجودين فيه دي وبيكسروا بقى الحديد وبيطلعوا بقى على الاسطح وفي الاماكن الخطره ما تنكسرش. عايز اعزمتهم كده ازاي؟ عايز ربنا يكرمهم بواحد مسؤول يشوف لهم شغلانه يعملوا مستقبل ومستقبل ولادهم، لان ولادهم زي ما انت شايف حضرتك هم معاهم ولاد احمد معاه ولدين ومحمد معاه ولدين.